طيب دكتور أحمد، يمكن بهذه الأعداد الضخمة وأيضا مع ضرب المستمر للمستشفيات، وجدنا أنه الفلسطينيين أصبحوا يعني ينشئون ما يقترب من المقابر الجماعية للجثامين. نحن نخشى أنه تبدأ العملية في تفشي أوبئة داخل الأراضي الفلسطينية. يعني هل لديكم تقارير حول هذا الأمر؟ هل تتخوفون بالفعل كما نتخوف نحن إن كنا نحن في الصحافة والإعلام دائمي التخوف؟ أنتم من لديكم الأرقام، أنتم من لديكم الحقائق. فعلا استاذ يوسف اصبت الحقيقه، يعني قطاع غزه الان لا يوجد فيه مكان امن، الجميع مستهدف. وكما وصفه احد الزائرين الامميين للقطاع منذ ايام، وصفه بمنطقه موت، وكما وصفه كذلك الفريق الزائر لمستشفى الشفاء منذ يومين، فريق منظمه الصحه والمنظمات الامميه الاخرى، وصف المستشفى بمنطقه موت ورائحه الموت في كل مكان. هناك طبعا خطورة من تفشي الأمراض بسبب وجود عدد كبير من الجثث على مختلف المواقع في قطاع غزة، وبالأخص في الأماكن القريبة من مصادر المياه أو مياه الشرب، وبالتالي تلوث هذه المياه بعد يعني تحلل هذه الجثث، بالإضافة إلى انتشار الروائح وكذلك انتشار البعوض والدباب، والذي بالتالي يعني قد ينقل الأمراض. هناك استاذ يوسف اذا سمحت لي، يعني اخر احصائيات لدينا يوجد ما يقارب من 70,000 حاله التهابات رئويه بين الاصحاء، ناهيك طبعا عن المرضى. هناك ما يقارب من حوالي 40,000 حالات من التهابات او من نزلات معويه حاده، وخصوصا بين الاطفال، وعدد منها نزلات معويه بالدم. هناك ما يقارب من 15,000 حاله التهابات جلديه بسبب الجاف، وما يقارب من 4,000 او 5,000 حالة التهابات بسبب القمل، وأمراض جلدية، التهابات جلدية بكتيرية بين الأطفال. هناك بدأت تنتشر الحصبة، وبدأ ينتشر التهاب الكبد الذي يعني سببه توفر مياه شرب غير نظيفة وعدم نظافة الأكل، وكذلك التهابات من التهابات الصحية، والتي نادرا ما كانت تحصل في قطاع غزة بسبب يعني قوة نظام التطعيم بين الأطفال.